تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد متحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش بأن نحو 200 ألف شخص غادروا مدينة أرقة السورية التي تشكل عاصمة لتنظيم داعش والتي يستعد التحالف وحلفاؤه من المقاتلين الأكراد والعرب لشن هجوم عليها. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن وتيرة فرار المدنيين السوريين من الرقة تتسارع وأن 800 شخص يصلون يوميا إلى مخيم عين عيسى للنازحين وأن الوضع يزداد صعوبة بسبب الافتقار إلى الإمكانات الإنسانية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد مسلحي تنظيم داعش المتبقين في مدينة الموصل لا يتجاوز 1000 مقاتل في المرحلة الراهنة من العمليات العسكرية لتحريرها. جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم عملية العزم الصلب التي تشنها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة الكولونيل رايان ديلون، الذي أعلن أن المساحة التي ما تزال تحت احتلال داعش في غرب الموصل لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة. أفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بقتل شخصين يستقلان سيارة استخدمت في هجمات إرهابية وإجرامية في محافظة القطيف أثناء ملاحقة القوات الأمنية للمركبة. وأضافت الداخلية أنه جاري التحقق من هوية القتلى، كما عثرت الشرطة على أسلحة نارية وذخيرة تعرض بعضها للاحتراق والانفجار. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية للصحفيين أن الهجوم الذي نفذه مسلح على مقهى في مانيلا ليلة الخميس الجمعة موقعا ما لا يقل عن 36 شخصا لم يكن إرهابيا. وقال المتحدث للصحفيين إن الوضع الخاص في مانيلا غير مرتبط على الإطلاق بهجوم إرهابي. من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مقترح أمريكي صيني لإضافة مزيد من الأفراد والكيانات من كوريا الشمالية إلى قائمة سوداء للعقوبات بسبب إفراج بيونغيانغ المتكرر للصواريخ البالستية. ويقترح مشروع القرار فرض عقوبات على 4 كيانات منها بانكو كوريو وقوة الصواريخ الاستراتيجية التابعة للجيش الكوري الشمالي إضافة إلى 14 فرد. أطلقت اليابان يوم الخميس صاروخا ينقل قمرا صناعيا يحمل نسخة محلية الصنع من النظام الأمريكي لتحديد المواقع العالمي GPS. ومن المتوقع أن تعزز النسخة اليابانية دقة معلومات المواقع التي تستخدمها الهواتف النقالة وأنظمة الملاحة في السيارات. نهاية الموجز، في أمان الله.